يا الله علمتني كيف اتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا قرط من الحبل الوريد يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يمر على الإنسان شعور معين يسمى الحياء، هذا يعتريه بين فترة وأخرى. أحيانا يكون هذا الشعور تجاه والديه، أحيانا يحس به مع مديره، أحيانا يكون مع شخص ربما لا يعرفه، هذا يحدث لا شيء مستغرب حتى الآن. ولكن العجيب هو أن الله تعالى أحيانا يستحي منا. أي والله يستحي منا. أنا والله ما كنت لأعلم ذلك لولا أني قرأت حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه: إن الله تعالى حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. سبحان الله، إذا دعا العبد ربه فإن الله يستحي من أن يرده، لا يرده، بل لا بد أن يعطيه شيئا، لأنه يستحي أن يرده خاليا، يستحي من أن يحرمه لأنه رفع يديه، بل لا بد أن يضع فيهما شيئا، إما أن يعطيه هذا الشيء الذي طلبه، وإما أن يعطيه شيئا أحسن منه، وإما أن يعطيه إياه في الدنيا أو في الآخرة، لا بد أن يضع شيئا في هذه اليد سبحانه، لأنه كريم، لأنه حي سبحانه. ومعنى حيي أي كثير الحياء. إذن كيف تتعامل مع الله إذا استحى منك؟ الحياء صفة ثابتة من صفاته سبحانه، لا نعرف كيفيتها إلا أنها لا تشبه حياء المخلوق بأي وجه من أوجه الشبه أو المثيل، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إلا أن حياءه سبحانه يثمر عن الجود والكرم والبر بمن استحى منه، فإذا استحى الله من إنسان وصل إلى هذا الإنسان الخير من وجوه متعددة، وهذا والله شيء عجيب عجيب. المعتاد أن الذي يطلب هو الذي يستحي، أما أن يكون المطلوب هو المستحي؟ المطلوب هو المستحي، الطالب لا يشعر بشيء، هذا شيء عجيب. بل أعجب من هذا كلام يحيى بن معاذ عندما قال: سبحان من يذنب عبده ويستحي هو. سبحانه. على الإنسان يتفكر بينه وبين نفسه، عليه أن يتفكر: الله يستحي مني، من أنا حتى يستحي الله مني؟ جسم الواحد منا بالنسبة إلى المدينة التي يعيش فيها كقطرة ماء في بحر، ونسبة المدينة إلى كوكب الأرض كنسبة قطرة الماء إلى البحر أيضا. وإذا نظرنا إلى كوكبنا كله فهو بالنسبة إلى باقي الكواكب كحبة رمل في وسط الصحراء، وكل هذا تحت السماء الدنيا، والسماء الثانية أعظم الدنيا، والثالثة أعظم الثانية، وهكذا حتى نصل إلى السماء السابعة وهي أعظم سماء، فوقها عرش الرحمن، والرحمن على العرش استوى. فمن أنا حتى يستحي الله مني؟ من؟ كيف تتعامل مع الله إذا استحى منك؟ أولا استحي منه كما استحى هو منك، هذا أقل شيء يمكن أن نفعله، والله ليس بكثير على ربنا أن نستحي منه سبحانه. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على هذا، ويوصي الرجل ويقول له: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. وإذا كنا نستحي من المخلوق فكيف لا نستحي من الخالق؟ لا يمكن أن يكون الإنسان مستحيا من الله تعالى وهو يفعل المعصية،
بل لا شك أن من يستشعر الحياء لا يستطيع أن يفعل المعصية في نفس الوقت الذي يكون قلبه فيه مملوءا بالحياء من ربه. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أنا متأكد أن هذا الشخص الذي يستحي من الله سيترك المعصية، فإن تركها صار عزيزا على الله، صار حبيبا إليه. يقول ابن القيم: من لم يستحي من الله عند المعصية لم يستحي الله من عقوبته يوم القيامة، ومن استحى من الله عند معصيته استحى الله من عقوبته يوم يلقاه. بل إن الله تعالى سيحبه أكثر من الذي ترك المعصية فقط خوفا من الله. نعم، لأن الذي يترك المعصية حياء أقرب إلى الله من الذي يتركها خوفا، وفي كل خير، كلاهما على هدى، لكن تارك المعصية خوفا قلبه كان يفكر بالعقوبة عندما تركها، أما تارك المعصية بسبب الحياء قلبه استحضر الله فترك. ولا شك أن الذي استحضر الله فترك أفضل من الذي استحضر العقوبة فترك. الفرق الثاني أن الخائف يراعي جانب نفسه وحمايتها، يحمي نفسه، أما المستحي يراعي جانب ربه ويلاحظ عظمته. ولا شك أن الذي راعى جانب ربه فترك أفضل من الذي راعى جانب نفسه فترك، ولكن كما قلنا في كل خير كلاهما مأجور. والذين يشعرون بالحياء من الله هم أقل الناس، أكثر الناس يحس بالمحبة أو الخوف أو الرجاء تجاه ربه، أما الحياء من الله فالغالب الغالب أن الإنسان لا يحس به إلا نادرا. والناس هؤلاء النادرون الذين يشعرون بالحياء من الله أنواع، منهم من يحس بالحياء بسبب كثرة إنعام الله عليه، منهم من يحس بالحياء بسبب أخطائه المتكررة في حق الله، هنالك بعض الناس نوع آخر يحس بالحياء بسبب تقصيره في الطاعة، يعني هو يفعل طاعات لكن مع هذا يشعر بالحياء بسبب أنه يريد أن يقدم أكثر لربه لكنه يحس أنه ما قدم إلا القليل فيستحي من الله. يعني يريد أن يصلي تراويح كلها لكنه ما صلى إلا بعضها، يريد أن يذهب للعمرة فتكاسل عنها، يحس بالحياء، هذا موجود. أفضل الناس من هؤلاء هو من يحس بالحياء لأجل جميع هذه الأسباب. والله إن حياء الصالحين الذي ذكر لنا ونقل لنا حياء شديد من الله عز وجل. مثلا الفضيل بن عياض يوم عرفة، يوم عرفة هذا اليوم العظيم الذي يعتبر أعظم يوم في السنة كلها، الناس يدعون يدعون والفضيل يبكي بكاء شديدا، لم يستطع الدعاء من شدة البكاء، فلما كادت الشمس أن تغرب سينتهي يوم عرفة رفع رأسه إلى السماء وقال: وحياءه منك وإن غفرت، وسوءتاه منك وإن عفوت. يقول: أنا وإن عفوت عني أنا مستحي منك، حتى وإن غفرت لي أنا والله أشعر بالحياء منك. الله أكبر. أبو بكر رضي الله عنه وقف يوما فقال: يا معشر المسلمين استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل أغطي وجهي عند قضاء الحاجة استحياء من ربي. يقضي حاجة أغطي وجهه مستحي من الله عز وجل. ولكن مع هذا أنا لا أقول لك أن الحياء من الله عز وجل هو قصة من قصص السابقين فقط، بل حتى في هذا الزمن. أذكر مرة المرات في يوم الجمعة اخترت أن أخطب خطبة الجمعة وأتكلم فيها عن لقاء الله تعالى. جاءني بعد الخطبة رجل قد تحولت عينه إلى اللون الأحمر من كثرة الدموع، وهو يسألني بحزم يقول: هل ستظهر ذنوبي أمام الله تعالى يوم القيامة؟ فقلت له: يعني إذا تبت منها تحول إلى حسنات، ذنوبك تحول إلى حسنات. فعاد علي نفس السؤال لكن بصيغة فيها حزم أكثر، قال: هل ستظهر ذنوبي يوم القيامة أمام الله أم لا؟ فقلت له: إذا تب منها تكون يعني ذنوبك بميزان الحسنات ليس ميزان السيئات. لما عاد عليه السؤال مرة ثالثة قلت له: ما لك، لماذا تسأل؟ فقال: والله أستحي، والله أنا مستحي من الله. رأيتم هذا الشعور؟ ربي سبحانه يحب أن يراه موجودا في قلب عبده، ويحب أن يجده مستمرا إلى أن يلقى العبد ربه في الآخرة. فإذا استحييت من الله فإن الله بالمقابل سيستحي منك أيضا. الله أكبر. يقول نقل ابن القيم أثر في: من استحيا من الله استحيا الله منه. الآن أرجوك لاحظ معي هذا التعامل العجيب مع الله تعالى، انظر انظر كيف أن العبد يرفع يديه ليسأل ربه فيستحي الله منه. فلما علم العبد أن الله يستحي منه استحى هو أيضا من ربه، فلما استحى من الله
استحى الله منه مرة أخرى. بعض الناس لما تختلط بقلبه كل هذه المشاعر والأحاسيس لا يملك عينه، لا يملك عينه، فتجده يدمع مباشرة وهو منفرد لوحده يدعو ويبكي. جرب الحياء من الله واستحضره، فوالله إنه عالم آخر من التعامل مع الله تعالى. وإلهنا العظيم الرحيم الودود الحليم الذي يستحي منا يستحق والله أن نستحي منه، بل لا يوجد في حياتنا من هو أحق منه بحيائنا. أسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الحياء وأن يرزقنا حق الحياء منه سبحانه، وأن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والحمد لله رب العالمين. يا الله يا الله، علمتني كيف أتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.